وعندما يملون منها يصنعون أشياء جديدة، أوان وحليا ومبان. أما القديمة فإنهم ببساطة يقومون بالتخلص منها ورميها. ماذا؟ 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 فليرسلوا لنا بعض الذهب. دعه يتكلم. أكمل أيها الجندي، أكمل، أخبرنا المزيد. شكرا لك. حسنا، مشاركة المال والفاكهة يحتاج قلبا، لكن كل ما يملكه هو الذهب والجواهر الملقاة في الشوارع. حتى الغبار في الشوارع هو ذهب، يرمونه باستياء في حاويات ذهبية مرصعة بجواهر لمعانها يطغى على لمعان نجوم السماء بكثير. أنا واثق أن سكان هذه المدينة يقضون أوقاتهم في الغناء والرقص، فهم لا يحتاجون للعمل. أوه نعم، ويأكلون أفضل الأطعمة،